بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. صراحة عندي أخبار ولكن عندي ملحوظة. ملحوظة إن في الفترة اللي فاتت نادي الأهلي بيشارك في البطولة العربية وبيصل للدور نصف النهائي. نفس الشيء النادي الأهلي ما شاء الله وصل للدور نصف النهائي في بطولة كأس مصر وعنده سموح. نادي الأهلي واخد الدوري، نادي الأهلي عنده دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا ومواجهة قوية جدا مع الترجي التونسي. لما نيجي نبص ليه أجندة النادي الأهلي تلاقيها لقاءات في منتهى الأهمية وفي منتهى القوة. والطبيعي وما بين قوسين الطبيعي إن نلاقي في الفترة اللي فيها النادي الأهلي بيلعب باسم مصر سواء في البطولة العربية أو في دوري أبطال أفريقيا يكون في دعم. نفس الشيء بالنسبة إن فرقة وصلت سيمي فاينل كأس مصر دور قبل النهائي وعندها ماتش مهم جدا مع فريق محترم زي سموحة، فمحتاج يكون في بعض من الهدوء. ولكن الفترة اللي فاتت فجأة دخلنا في قصة اللايحة وإقصاء ومش إقصاء، وابتدت يبقى فيه زي ما تقول كده بعض من الصراعات اللي انت منتش فاهم هي رايحة فين ولا جاية منين. لحد دلوقتي، لحد هذه اللحظة لسه مفيش انتخابات. لحد هذه اللحظة نادي الأهلي بيحاول يضع لائحته الخاصة بيه عشان يبقى دستور وقوانين قائمة بعد كده إلى ما شاء الله بإذن الله. فكل اللغط اللي احنا سامعينه وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها، وبعدين تفتح في أي موقع أو تفتح في أي برنامج، تفتح في أي حاجة عشان تتابع أخبار فرقتك اللي أنت بتحبها، لاقي كل حاجة بعيدة عن النادي الأهلي ماشي فيه. النادي الأهلي ماشي في سكة البطولة العربية وهيلاعب الفيصلي بإذن الله غدا دور قبل النهائي، ولكن الكلام الأكثر مش على الماتش، على اللائحة وإقصاء وبند، والنادي الأهلي تلاقي حد داخل يقول لك ده يتم وقفه وي 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 وي. طب فين الدعم؟ فين الدعم المعنوي؟ فين الدعم الأدبي؟ فين الكلام ده كله؟ وليه دلوقتي؟ ده حاجة من الحاجات اللي صراحة تخلي الواحد هو بيفكر كده، هو إيه اللي بيحصل؟ هو النادي الأهلي مش المفروض عنده أجندة ودي ماتشات مهمة؟ النادي الأهلي بيلعب باسم مين في الحاجات دي؟ والأني لمصلحة مين إن فرقة ماشية في الطريق الصح وأنت راجل دلوقتي وأنت كمتفرج قاعد أو سيدة، طبعًا كل الاحترام والتقدير، أنت عندك عقل وتفكر بيه. هو النادي الأهلي ماشي في أنهي سكة؟ هل ماشي في المسار الخاطئ؟ هل لا قدر الله خسر بطولة الدوري وخسر بطولة الكاس وطلع من دوري أبطال أفريقيا وخرج من البطولة العربية؟ لو أنت لاقي نفسك في المكان ده يبقى أنت ماشي غلط. لكن النادي الأهلي ما شاء الله بياخد خطوة تلو الأخرى، كل خطوة بيحقق فيها نجاحات. إذن إيه المشكلة؟ إيه المشكلة اللي مخلية الدنيا كلها، كل الحوارات وكل حاجة داخلة في قصة لايحة ومش لايحة؟ واضطرينا هنا كقناة نادي الأهلي إن احنا نبتدي نبرز للناس إيه هي اللايحة وإيه هي قوانين وإيه هي الضوابط، لأن مفيش حد كان فاهم حاجة. وللأسف فعلا مفيش حد فاهم حاجة. فإحنا بنحاول نقدم لك على قد ما نستطيع المعلومة الصح، ولكن إحنا ماشيين في خطين. ولكن للأسف في بعض ماشي في خط واحد. خطين هو إن أنا بتابع فريقي، فريق النادي الأهلي، بتابع أخباره داخل البطولة، بحاول أنقل لك كل ما حول الفريق، فريق كرة القدم، بجيب لك بطولات النادي الأهلي في الألعاب الجماعية. ما شاء الله النادي الأهلي واخد الألعاب الجماعية ملوك الصلاة السنة دي. شوف التغطية الإعلامية ليها وشوف التغطية الإعلامية لموضوع اللايحة. طب أنهي أهم بالنسبة للمشاهد؟ فالحاجة ديت الصراحة الملحوظة إن ما بنلاقيش حد ابتدى ياخد، يا جماعة لا ده في بطولة عربية، طب نسكت شوية. الموضوع اللايحة مهم، بس دلوقتي في حاجات أهم. ما بنسمعش الكلام ده، ما بنسمعش إلا إن في بند والبند ده لإقصاء أحد. طب أنا أقول لحضراتكم حاجة وعلى الهواء مباشرة تانية. من فضل الله أنا بقدم برنامج اسمه مباريات زمان في قناة النادي الأهلي، ولي الشرف إن أنا حتى أعدي على باب قناة النادي الأهلي. اي حاجه فيها لوجو النادي الاهلي اي حد بيبقى له شرف ان هو فيها. وكنت بتكلم فيه طبعا العديد من الماتشات، انا بجيب تاريخ النادي الاهلي. اتكلمت على كابتن محمود الخطيب وقلت افضل لعيب وافضل موهبه جت
في التاريخ اللي احنا شفناه كابتن محمود الخطيب. وجبنا ماتش كابتن محمود الخطيب سيمبا التنزاني، وجبنا ماتش كذا وماتش كذا وترقيصاته واهاته ومهاراته كلها. وعايز اقول لحضراتكم بما يرضي الله، مفيش حد في مجلس اداره النادي الاهلي قال لي ايه اللي انت بتعمله ده بجد. مفيش حد في مجلس اداره النادي الاهلي ادى ملحوظه ان اشمعنى محمود الخطيب، لان ده تاريخ، ده رمز، نو كومنت. فالجدل اللي داير والحوارات اللي ماشيه والحوارات اللي شغاله ماشيه في اتجاهات بعيده تماما عن الواقع. الواقع نادي الاهلي عنده ماتشات مهمه، عنده مباريات مهمه، محتاج الدعم. نادي الاهلي في البطوله العربيه لو ما كانش فيه جمهور كان هيبقى اموره اصعب بكتير جدا، محتاج دعم جماهيره اكتر ما هو دلوقتي الجدال واللغط في اللائحه ومش في اللائحه و و و و و. صراحه دي من الملحوظات اللي كنت شايف، او شايف بلاش كنت لان لا زلت شايف، ان في بعض الاتجاهات ماشيه في اتجاه واحد بس. وممكن مثلا موضوع البطوله العربيه ياخد سطر ولا سطرين ويبتدي يعني يبقى في كلام حتى على البطوله العربيه، ونادي الاهلي باين اهدافه من البطوله العربيه، باين هو بيشارك لاي هدف، باين ان ما ينفعش يبقى في تجمع اقليمي عربي والنادي الاهلي لا يشارك، على الرغم ان النادي الاهلي في موسم لا ينتهي كرويا. ودي بالنسبه لنادي صغير كارثه كبيره جدا، ان الموسم بتاعه ما بينتهيش. احنا بقالنا اكتر داخلين اهو 335 يوم لموسم كروي، السنه فيها 365 يوم. محدش اتكلم في الكلام ده، كل اللي همهم اللايحه والبند والثمان سنين وهنقصي مين. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده جوه النادي الاهلي، مفيش الكلام دوت جوه النادي الاهلي. انا بقول لحضرتك اهو جوه مباريات زمان اكثر ما انت حدثت عن كابتن محمود الخطيب، محدش قال لي انت بتعمل ايه ولا انهي اتجاه انت ماشي فيه. فيا ريت الموضوع يمشي في اتجاهين، النادي الاهلي ماشي يا جماعه في كاس مصر وفي دوري ابطال افريقيا وفي تدعيمات وفي فكر وفي استراتيجيات وفي حاجات كتير قوي نتكلم فيها، اهم من ان ما يبقاش الكلام كله الا على اللائحه فقط. نخش بقى جوه الكوره ونخش جوه الاخبار اللي بتهم المشاهد. النادي الاهلي بيفقد جهود حسام غالي ومحمد نجيب وباسم امام الفيصلي. النهارده فرقه النادي الاهلي ادت تدريبات، كان حسام غالي ومحمد نجيب عملوا تدريبات منفرده على هامش المران، و باسم هو كمان جاله الظهير الايمن طبعا اللي كان بيشارك بصفه اساسيه جاله اجهاد. محمد نجيب شفنا الاصابه اللي جات له في لقاء نصر حسين واللقاء اللي قبل نصر حسين ده امام الفيصلي، الوحده جاله شد وكان تحامل على نفسه. ونجيب من اللعيبه الرجاله اللي لازم نشيد بنجيب وهفضل اشيد بنجيب، انه صمم انه يلعب وهو مصاب، ودي بيظهر هنا معدن الرجال وفي شخصيه اللاعب. ولما تتكلم على محمد نجيب لازم تحيي شخصيه اللاعب. حتى الان كابتن حسام البدري لسه ما استقرش على موضوع حسام غالي ولا لا. طبعا حسام غالي قائد وكابتن والتشكيله المثاليه، هو دي اتفرج كده بس على حسام غالي وهو بيوقف الكوره هتحب الكوره نفسها. يعني اتفرج كده على الحاجات ديت هتحب الكوره نفسها. يعني هتحب الكوره نفسها لما تشوف بس حسام غالي وهو بيلعب بالكوره، هيحببك في الكوره. يعني هقول لك ان كنا بنحب الكوره تروح لحسام غالي، حتى وانت بتلعب ضده بتحب الكوره تروح له عشان تشوفه هيعمل فيها ايه. لعيب كبير جدا وحاجه جميله جدا دايما تحب تتفرج عليها. كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي صرح وقال ان مباراه الفيصلي من المباريات المهمه، نصف نهائي البطوله العربيه هتختلف كتير جدا عن لقاء دور المجموعات، و مش مستهون بفريق الفيصلي بل بالعكس بيديله كل احترامه وتقديره، ده سمة النادي الاهلي انه دائم الاحترام للمنافس. وان شاء الله تكون لقاء جميل بالنسبه لجمهور النادي الاهلي ونتمنى له التوفيق، لان
هتبقى فارق كبير جدا. النادي الاهلي بيشارك في البطوله العربيه، وصل لنصف النهائي وصل للنهائي، ان شاء الله تكون بطوله مهمه داخل دولاب بطولات النادي الاهلي. البطوله العربيه هي بطوله اقليميه لم شمل العرب، فيها صيغه الوديه وفيها صيغه الرسميه، ان فيها ضغط مباريات وفيها اهتمام اعلامي وفيها جماهير، وده اهم حاجه كانت جميله بتبرز البطوله العربيه، هو وجود الجمهور، الجمهور الجميل، الجمهور العظيم، الجمهور اللي كان السبب الرئيسي لان النادي الاهلي يتخطى العقبه بتاعه مسرح حسين داي في الدقيقه 90 في اللقاء السابق. نروح لخبرنا الثاني ومكملين خلاص حسام غالي، نخش على عماد متعب. عماد متعب واحد من نجوم الجمال، واحد من النجوم اللي اتكلمنا عنه كتير، ومهما اتكلمنا مش هتدي له حقه. وهو النهارده احتفل بعيد ميلاد بنته سيلين، وكان نشر على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء انستجرام سواء فيسبوك انه صوره ما بينه وما بين بنته، وبيقول عيد ميلاد سعيد يا احلى واجمل واطيب سيلين، ويا رب يخليكي لينا ويا رب تفضلي مبسوطه على طول. واحنا من جانبنا بنقول لعماد متعب يا رب يخليها لك، ويا رب انت كمان تبقى مبسوط على طول. كابتن عماد متعب من النجوم الكبار في الكره المصريه مش بس في النادي الاهلي. نطلع لخبر مهم جدا جدا جدا، اتحاد الكره بيسند ملف الجماهير للكابتن هاني أبو عيد. صراحة ابتدت الأقاويل وابتدت الكلام يزيد على موضوع عودة الجماهير للدوري العام. سيادة الوزير خالد عبد العزيز بيطلع بيصرح بيقول إن الوزارة جاهزة لعودة الجمهور للدوري الممتاز، والصراحة الكورة من غير جمهور بتفقد كتير جدا 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 من القيم. ولسه بذكر حضراتكم الخبر اللي فات ان شفتوا الفرق الجمهور في ماتش مسرح حسين داي عامل ازاي. ماتش القطن الكاميروني، ماتش زناكو حتى اللي تعادل فيه النادي الاهلي، ماتشات دوري ابطال افريقيا، ماتش الوداد، بصوا الجمهور عامل ازاي، مفعول السحر. ماتش الاهلي والزمالك اللي فات ده لو كان فيه جمهور كان هيبقى كلام تاني، لان الجمهور هو المحرك الرئيسي لكل منظومة كرة القدم. فما بالك من جمهور، أعظم جمهور وأجمل جمهور وأوفى جمهور لما يكون موجود في ملعبك. هيفرق كتير كتير جدا جدا معاك في كل حاجة أنت بتعمل. في كل حاجة أنت بتعملها في كل ماتشاتك هتلاقي أداء أفضل كتير جدا من اللعيبة بتاعتك، وهو ده اللي أنت شفته في ماتش مسرح حسين داي. ماتش متأزم والنادي الأهلي عمل كله صراحة من الماتشات اللي تحسب للكابتن حسام البدري فنيا، ازاي بيلاعب فرقة متكتلة، ازاي بيلاعب فرقة أقصى طموحها إنها تطلع معاك متعادلة، جاب الجون وباتت ورا ورصت لك الحيطة الدفاعية، استفزاز في ناحية إن هما بيقعوا كتير والجو ده كله. الشغل التكتيكي الكابتن حسام البدري إنه ازاي يفك التكتلات الدفاعية دي مع وجود الجمهور، كسبت الماتش. من غير جمهور كان هيبقى في شغل فني، بس مش هيبقى المردود اللي انت شفته. حسيت بقيمه الهدف، حتى هدف الجميل بتاع عمرو بركات انت حسيت بيه، شفت عمرو بركات نفسه الفرحه بتاعته راح بيها فين. بتفرق، بتفرق كتير جدا عوده الجمهور. ومن المقرر ان يضع كابتن هادي أبو عيد بعض المعايير الخاصه بعوده الجمهور. كان في كلام بيقول ان في 5000 متفرج للفريق صاحب الارض، دي اطروحه تم طرحها من بعض المسؤولين في مجلس اداره اتحاد الكره. هي لازم يبقى ليها حل، لازم يبقى ليها حل. ممكن يكون الجهات الامنيه شايفه ان عوده الجمهور مره واحده هتبقى صعبه. لو 5000 او 10000، احنا عايزين نشوف جمهور، عايزين نشوف جمهور جوه الملعب. اللعيبه نفسها عايزه تشوف جمهور، مش بس احنا ك ناس بتشتغل في المجال او كمتفرجين بيتفرجوا على في يعني الوضع، الصوره الملعب وهو فاضي كتير صعب. لعيب الكوره وهو نازل مركز في الماتش وعارف ان ده شغلته وعارف ان ده وظيفته وان هو لعيب محترف، ولكن هو نازل يقدم عرض
لما العرض دوت ما بيكونش فيه جمهور العرض نفسه بيفقد قيمته حتى بالنسبة للعيب. اللعيب ممكن يبقى يعني تفاعل جماهيري كده تحس يعني كل النجوم اللي بيطلعوا معانا لما يجي يلعب ويعمل ترقيصة ويلاقي تفاعل جماهيري بتبقى الحاجة حاجة تانية خالص. وانت نفسك وانت قاعد بتتفرج في البيت بتحس بالماتش بشكل تاني خالص. فلسه هنخش نتكلم على لقاء ليفربول وبايرن ميونخ والاليانز ارينا والتواجد عامل ازاي، جمهور بيدي شكل تاني للكوره. فنتمنى من مجلس اداره اتحاد الكوره والجهات المعنيه سواء الامن سواء وزاره الشباب والرياضه ان يحطوا شروط وانظمه تسهيليه لعوده الجمهور، ما تبقاش تعجيزيه. في نفس الوقت بنطالب اتحاد الكوره لان بقيه الخبر يقول ينطلق الدوري الجديد 8 اغسطس. جميل. على ان ينتهي الموسم الكروي 14 مايو لموسم 2017-2018، ده معناه ان كاس مصر هو كمان هيكون منتهي قبل 14 مايو. نتمنى. موسم لا ينتهي. 335 يوم ولسه. ده 335 يوم ده لسه ماتش الاهلي وسموحه في قبل نهائي كاس مصر، لسه في النهائي. هيبقى الموضوع صعب جدا جدا، الموضوع صعب على النادي الاهلي، الموضوع صعب على نادي الزمالك، الموضوع صعب على كل الانديه. الكلام ده لا يحدث الا في مصر. صراحه الموسم الكبير دوت، وانا بتكلم كمان بوجهه نظر فنيه بحته، لان المدير الفني ومخطط الاحمال الناس اللي بتشتغل وبتحط جداول دلوقتي الكوره ما بقتش زي زمان. زمان نجيب ده من هنا ونجيب ده من هنا وحط 11 في الملعب والدنيا بتمشي. دلوقتي الكوره اصبحت صناعه وفكر وتعليم، وبقى فيها دورات بره، وبقى فيها ناس بتاخد ماجستير وناس بتاخد دكتوراه، يعني ناس بتوصل لاعلى الشهادات. فاصبحت كره القدم اصبحت صناعه وعلم. فلما هنفضل ماشيين بجو الطلسقه مش هتلاقي مربوط. بمنتهى الصراحه موضوع التلصقة، موضوع التلزيق مش هتلاقي مربوط. وهفضل اكرر، بصوا على المانيا. ليه المانيا؟ بص على المنتخبات بتاعت المانيا. سيادتك كاتحاد كوره ملتزم بان المنتخبات الوطنيه تكون في اعلى درجه كفاءه. فلازم نبص، ما احنا لازم نجيب نموذج. هو ده برضو اللي احنا بنقوله للناس بتوع اللائحه والناس اللي عايزه تعمل لائحه. وانت لازم تبص على النموذج الناجح، لازم تبص على النموذج الناجح وتعمل زيه وتشوف الاسس اللي هو ماشي بيها وتاخد رايه وتاخد صوته وتعرف هو وصل لنجاحه ازاي عشان استفاد منه كقيمه موجوده عندي. وده نفس الشيء بالنسبه لاتحاد الكوره. لازم يكون في مدير فني اتحاد، ولازم يكون مدير فني اتحاد بمواصفات جديده، يكون على دراية بالجديد في كرة القدم عشان كرة القدم في مصر في المنتخبات تكون ليها شكل أفضل من اللي احنا، واحنا دايما بنتكلم للأفضل ومش بنهاجم حد بالأخص. كل الكباتن على عيننا وعلى راسنا من فوق وبنحبهم ويمكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن لازم نشوف، لازم نواكب، لازم نبص اللي حوالينا، لازم نبص احنا فين عشان نعرف احنا فعلا فين، ونعرف ايه النقط وايه الخطوات اللي نقدر ناخدها عشان نوصل للهدف بتاعنا. احنا بقالنا كام سنه من سنه 90 ل 2017 27 سنه ما بنروحش كاس عالم. ليه؟ عشان الطلسقه. ليه؟ عشان ما فيش فكر وما فيش رؤيه وما فيش استراتيجيه وما بنحطش اسس وبنمشي كده بالبركه. يجي لك مدير فني كويس تلاقي عندك امل، يجي لك مدير فني عادي تلاقي الدنيا ماشيه. ان انت بقالك دلوقتي 27 سنه وقربت، اوغندا اهو المدرب بتاعها بيمشي، هيبقى في مدرب مؤقت، قربت قربت وفي ايدك. لازم تبني على النجاح، ما تقولش انا نجحت وخلاص وعملت كل حاجه. لازم تبني على النجاح، قربت وبامر الله قادرين ان احنا نعملها. فلازم من دلوقتي يبتدي وضع استراتيجيه ما بعد، واولها ان انت تضبط مواعيد مسابقه لا تحدث الا في مصر. نقفل هذا الملف ونروح لأخبارنا التانية، وخبر لحبيب الناس، حبيب الناس رمضان صبحي نجم كبير
نجمنا المتألق اللي أثبت جدارته في النادي الأهلي، أثبت جدارته في الدوري المصري، خد خطواته مع منتخب مصر، بسم الله ما شاء الله دلوقتي في استوكسي. للأسف إحنا أي لعيب بيطلع من مصر وبيلعب في أوروبا بتبقى منتظر منه إن هو يبقى سوبر هيرو، أو بتبقى منتظر منه زي ما أنت بتلعب بيه في البلاي ستيشن، تاخد الكرة من الملعب للملعب، ترقص الفرقة كلها وتحط جول. رمضان صبحي طالع في سن صغيرة جدا، طالع من الدوري المصري للدوري الإنجليزي، ودي نقلة كبيرة جدا تحسب للنادي الأهلي، وبحيي فيها مرة تانية مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الخطوة، إن أنت بقيت بوابة لأقوى دوري في العالم. خلاص بقى عندك براند، زي ما نادي المقاولين العرب بقى عنده براند جوه سويسرا. يعني ايه براند؟ بقى عنده قيمه، بقى عنده ليفل، بقى عنده فاليو. طبعا الناس كلها ما شاء الله في كل انحاء العالم عارفه ايه اسم النادي الاهلي. 110 سنه كل مجالس الاداره اللي فاتت قدرت انها تصنع شخصيه وكيان النادي الاهلي اللي معروف وخد نادي القرن. لكن احنا بنتكلم على ان انا اطلع، عشان اطلع من الدوري المصري للدوري الانجليزي بتبقى خطوه مهمه جدا. ابص لك بقى واروح بيك للنقطه الثانيه وهي الاهم، ان الناس كلها منتظر ان رمضان يلعب اساسي كل الماتشات وهو لسه رايح. في حته التاقلم، حته التاقلم على طرق اللعب، الكره هناك سريعه اسرع مننا بكتير، عشان بس تبقوا في دماغكم فنيا الكوره في اوروبا اسرع مننا في كتير في كل حاجه. تأقلم على الجو، تأقلم على اللعيبه، تأقلم على المعيشه، تأقلم على طريقه الاحتراف. عشان كده في البدايات دايما بتبقى صعبه، على الرغم ان رمضان صبحي في بداياته عمل امباكت او عمل تفاعل كبير جدا. اول ماتش امام مانشستر سيتي نزل خد زباليتا ترقيصتين، بقت جمهور ستوك سيتي خلاص تفاعل معاه. واحده في واحده ابتدوا يعملوا له اغنيه مخصوصه ليه، ابتدى يبقى لينا نداء من جمهور ستوك سيتي. وحتى انتقال اللاعب ارناتوفيتش من فريق ستوك سيتي ادى لرمضان صبحي. احنا معنا على الهاتف ناقد الرياضي استاذ عادل كوراي. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن محمد. احنا طبعا عندنا كلام كتير وعندنا اخبار كتير عالميه، والنهارده ليفربول كسب بايرن ميونخ في حادثه جميله بالنسبه لنا كلنا. ولكن الاول انا كنت بتكلم على رمضان صبحي. رمضان صبحي النهارده كان بيلعب مع فريقه امام فرقه اسمها باولي من المانيا في هزيمه، ولكن بتكلم ان رمضان صبحي في الفتره اللي جايه هيبقى ليه مشاركه اكبر ودور اكبر مع ستوك سيتي، واني بطالب من الجمهور انه يبقى صبور شويه، لان كله لما بيبقى فيه لعيب طالع من مصر بيبقى منتظر ان هو يشارك بصفه اساسيه مع فرقه الاوروبيه. مظبوط طبعا، هو زي ما حضرتك كنت بتتكلم، يعني انا سمعت حضرتك طبعا كلام مظبوط 100%، وحتى مارك هيوز نفسه مدرب ستوك سيتي قال ان رمضان السنه دي هيبقى له دور اكبر لان هو يستحق ان يكون له دور اكبر. يعني هو الراجل هو نفسه قال كده، لان رمضان يستحق ان يكون له دور اكبر. اعتقد ان شاء الله هيبقى دوره السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت، رغم ان على فكره يعني بالارقام كده رمضان لعب حوالي 17 ماتش السنه اللي فاتت، وده رقم مش قليل بالنسبه لاول موسم بيه. هو لعيب صغير لسه عنده 19 سنه لما يلعب 17 ماتش في الدوري الانجليزي، وهو جاي من الدوري المصري، يعني هو ما راحش محطه اوروبيه بالزبط. قبل ما يروح على الدوري الانجليزي بالظبط. يعني خلينا نتكلم مثلا محمد صلاح لما راح تشيلسي من بازل، مع انه جاي من بازل السويسري، ما لعبش اول موسم يمكن 6 مباريات او 7 مباريات. نعم، فبنتكلم الرقم ما كانش قليل. اه صحيح كلها مباريات كبديل، لكن طبعا برضه حاجه كويسه. وزي ما انت حضرتك مدربه نفسه قال كده، قال السنه دي استنوا منه اكتر كتير لان هو يستاهل ان هو يلعب اكتر كتير. برضه خروج ماركو ارناتوفيتش اللي راح ويست هام، فاعتقد ده هيدي فرصه اكبر لرمضان ان شاء الله، وهو اعتقد يستحق ده. وفي الماتشات الوديه هو لا ظهر في كل الماتشات الوديه، فان شاء الله باذن الله هيبقى له دور كويس. برضه الناس برضه ما تستعجلش عليه، رمضان لسه لعيب صغير في السن وعنده امكانيات كويسه جدا، والناس هناك بتعامله بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله هيبقى له مستقبل عالي. وهو واحده واحده هيتعلم وابتدى، يعني مثلا برضه مارك هيوز السنه اللي فاتت لو شفت المشاركات، يعني رمضان لعب قدام مانشستر سيتي، لعب قدام ليستر سيتي كان فريق كسب الدوري، لعب قدام فرق تقيله وكان بيديله الثقه وكان واثق فيه. مظبوط، ولعبه قدام ليفربول في الماتشين، ولعب ماتشات كتير. والماتشات اللي كاس الرابطه وكاس الاتحاد كان بيلعب اساسي في المباريات دي، ويمكن كان اعتقد لو في هدف طبعا ما حسبوش، بس هو كان السبب الرئيسي فيه. نعم، حط الكوره بعد كده المدافع كملها. ف
فلا طبعا يعني زي ما حضرتك قلت يعني تصبر بس شويه، ما تضغطش على اللاعب اكتر من مطلوب. يعني خلينا برضو نتكلم يعني مثلا رمضان اول ما طلع كانت الناس تقول رمضان فين، لا رمضان يرجع يا جماعه يرجع، هو لسه ابتدى عشان يرجع. فيعني نصبر على الولاد شويه وان شاء الله باذن الله يعني هيبقى اللي جاي احسن كتير. باذن الله. طيب هاخدك بقى لليفربول ولقاء بايرن وليفربول اليانز ارينا والاجواء والاحتفاء، وشفنا محمد صلاح والاهتمام الاعلامي، الاهتمام الدولي، اهتمام الجمهور حتى اللي موجود كان في اللقاء، وليفربول بيتخطى بايرن ميونخ بثلاثيه ومحمد صلاح بيحرز هدف. هو الحقيقه يعني بدايه صلاح بسم الله ما شاء الله مع ليفربول، ده رابع هدف ليه في الماتشات الوديه في 5 مباريات وديه. ليفربول عموما في الماتشات الوديه عامل شغل كويس جدا، وده يعني قلقني انا شخصيا كده بشجع ليفربول، ربنا يستر في اللي جاي. لا هو بس هو يديك برضو يعني انا كنت حاطط عنوان لهذا الخبر تفاؤل وامل لحاجات كثيره يا استاذ عادل. اولا دخول محمد صلاح في اجواء الفريق، وبعدين تبص عليه وهو بيدافع ازاي وهو بيهاجم ازاي، هو ما خدش فتره كبيره بس هو ده اللعيب البروفيشنال، فلما يكون عندك لعيب بهذه القيمه وطالع من مصر بصراحه بتبقى الواحد يعني من قمه في قمه سعادته. خلي بالك كابتن محمد صلاح هو لغايه دلوقتي هو الريكورد ترانسفير في تاريخ ليفربول، الصفقه القياسيه في تاريخ ليفربول حتى هذه اللحظه يعني، واعتقد ان ممكن الموضوع يستمر لان خلاص صفقه نبي كايتا وقفت خلاص. نعم. وبنتكلم زي ما كنت قلت حاجه قبل كده، يورجن كلوب قال انا جايب لعيب من احسن لاعبي العالم في المركز ده. ويمكن النهارده السؤال اللي كانت الناس بتساله، طب صلاح وساديو ماني هيلعبوا مع بعض ولا ما يلعبوش؟ النهارده لعبوا مع بعض وشفنا ساديو ماني في اوقات كتير جدا هو اللي راح ناحيه الشمال وصاد صلاح ناحيه اليمين. فكره ان صلاح فعلا بيرجع يعمل واجبه الدفاعي، وده يمكن حتى كلوب برضه علق عليه، قال ان انا ما صدقتش اللي شفته من محمد صلاح في اول مباراه، لان مباراه فيجا اللعيبه قال انا ما صدقتش اللي انا شفته، لان انا ما كنتش متوقع ان صلاح يعمل كده. فقال احنا انا كنت كان في دماغي ان انا جاي لي لعيب هايل جدا عنده سرعه عاليه جدا، انما انا كنت لسه هتكلم معاه ان انت جاي دوري مختلف ولازم تلعب بطريقه مختلفه، هو ما اداليش حتى الوقت ان انا اقول له كده، هو نفسه اتكيف على الموضوع بسرعه جدا. صلاح حاطط الموضوع في دماغه بمنتهى الاهتمام، واضح جدا ان هو راجع ليفربول بهدف كبير قوي، او راجع الدوري الانجليزي بهدف كبير جدا، انه يثبت ان انا ما كانش ما كنتش انا المخطئ في المره اللي فاتت لما كان موجود في تشيلسي، يثبت ان هو فعلا واحد من احسن لاعبي العالم في الوقت الحالي. اعتقد باذن الله تعالى باذن الله لو صلاح كمل على المستوى ده هيبقى له دور كبير جدا مع ليفربول. انا عايز اقول لك ان ديلي ميرور مثلا امبارح عمل استفتاء، هل صلاح هيبقى ليفربول ليجند يعني اسطوره لليفربول ولا لا؟ فتخيل انت بتتكلم لسه الموسم ما بداش والناس بتتكلم في الكلمه دي. ده اهو. بس انا هقول لك حاجه عظيمه هقول لك حاجه، هي حاجه عظيمه بس انت عارف ان الصحافه الانجليزيه في بعض الاوقات مبالغه. لا وهقول لك يعني انت برضو متابع جيد للصحافه الانجليزيه، هم بيحبوا يحطوا الضغط دايما على الفرق اللي هم حاسين ان هي ممكن تعمل حاجه، خاصه ان ممكن تلاقي بنسبه كبيره جدا اللي كتب هذا يعني هذا المقال ممكن تلاقيه مشجع لمانشستر يونايتد. ممكن طبعا يعني وارد بشده يعني هم عايزين يحطوا يعني عليه ضغط. بس يعني خلينا نتكلم برضه زي ما بقول لك يعني بدايه ان صلاح في وقت قليل يبقى كده يبقى لعيب حتى محبوب جدا عند جمهور ليفربول، ان نادي ليفربول خلاص عمل له زي ما قلت لك رسمه كاريكاتيريه موحده كده مع كل هدف بيجيبه بيروح منزلنا ليه وهو قاعد على الارض ورافع ايديه للسماء بيدعي ربنا. خلاص بقت يعني مع كل هدف بيحطه على طول كل الاكونت بتاعت ليفربول على الفيسبوك وتويتر بتروح منزله الصوره دي. فدي طبعا يعني بقول لك يعني لما حاجه تحصل بالسرعه دي، لا دي حاجه يعني غير ان هي حاجه تفرحنا، حاجه تحط مسؤوليه كبيره جدا على محمد صلاح. هو الصراحه برضه حاسس بالمسؤوليه، ولكن يعني انتقاله لليفربول ونادي بهذه الشعبيه صراحه دي الحق يقال، مش عشان انت معايا على الهاتف يعني، النادي الوحيد اللي انت تحس بجمهوره مختلف هو جمهور ليفربول. يعني ملعب الانفيلد اجواءه مختلفه، يعني حتى يمكن جوزي مورينيو طلع في تشيلسي وقال لك الجمهور جاي عندي في لندن في تشيلسي بياخد سيلفي. جمهور الارسنال اصبح يعني الى حد كبير ناقم على ارسن فينجر اكتر ما هو داعم ليه. نتكلم على الـ 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 الانديه الثانيه، ما بنشوفش اجواء ليفربول، يعني دخلت جمهور ليفربول لوحدها قبل الماتش والاغنيه بتاعت يو ويل نيفر ووك الون. الاجواء بتاعه الانفيلد مختلفه وبتفرق مع لعيب زي صلاح، لعيب برضو صلاح لعيب عربي محتاج يسمع الدعم يسمع التشجيع، حتى ده فرق في روما. مظبوط طبعا.
كنت انا يعني برضو كنت قلت الحاجه قبل كده، يمكن ليفربول يختلف في انجلترا تحديدا، ليفربول عيله اكتر منه نادي، ودايما حتى يعني الكلمه حتى اللي بتتقال دايما ان كلمه ليفربول فاميلي دي عيله ليفربول، الكلمه دي مش هتلاقيها في اي نادي تاني في انجلترا فعلا. وجود يورجن كلوب يعني زود الموضوع ده كمان، لان انت جايب مدرب عاطفي جدا وجايبه في نادي عاطفي جدا، فده فعلا اثر كتير جدا. وصلاح كان واضح جدا زي ما ضحك كمان في الفيديوهات اللي بانت في المعسكر الاعدادي اللي كان موجود في هونج كونج قبل بدايه الموسم، لما كانوا في الدوره التور الاسيان تور بتاع الدوري الانجليزي، كان باين ان هو اندمج فعلا مع العيله بسرعه قوي، وهو وكمان زي ما قلت لحضرتك الاهداف اللي هو بيجيبها دي قربته من الجمهور بسرعه، فهو دخل في اجواء العيله بسرعه. اعتقد ان كمان الجمهور مستني بشكل كبير قوي اول مباراه هيلعبها في ملعب انفيلد. والله مش جمهور ليفربول ده، في 90 مليون هنا مستنيين، مش ليفربول يعني نسبه المشاهده ونسبه التفاعل اصبح يعني، هو حتى عمل براند لليفربول داخل مصر. اكيد طبعا يعني طبعا اكيد في جمهور ليفربول كتير في مصر، لكن اكيد في ناس كتير قوي شجعت ليفربول عشان خاطر محمد صلاح يعني. وانا واحد منهم على الهواء اهو يعني، لازم وانا بشجع ستوك سيتي وبشجع كمان الارسنال عشان النني، وكنت هشجع استون فيلا عشان المحمدي. طب اخدك لنقطه ثانيه واحنا بنتكلم على انجلترا، وروح لنادي توتنهام واللاعب اريكسن. برشلونه مهتم بيه، عايز يجيب لعيب بهذه المواصفات، واريكسن من النوعيه الهولنديه ومدرسه اياكس، وده بيبقى متوافق دايما مع برشلونه، وهو طلع وصرح وقال يعني مفيش حد يقدر يقول لا لبرشلونه. بالظبط طبعا، هو فعلا اريكسن من ايام اياكس وهو لعيب كويس قوي وتطور جدا كمان مع توتنهام، خاصه في اخر موسمين لما بوتشيتينو مسك الفرقه. ففعلا برشلونه يعني انا شايف المره دي هو فكر صح، لانه فكر فعلا في لعيب يناسبه في الحته دي، فكر لان هو برشلونه طبعا يمكن يكون اعتقد زهق من فيراتي بعد المفاوضات الطويله جدا مع باريس سان جيرمان وما وصلتش لحاجه، زائد طبعا التوتر الرهيب في العلاقه بين برشلونه وباريس سان جيرمان في الوقت الحالي بسبب موضوع نيمار. فكر في اريكسن. اريكسن لعيب متميز جدا، وزي ما قلت لحضرتك هو برشلونه المره دي فكر صح، لان هو زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، هو طالع من مدرسه اياكس، هو دنماركي طبعا بس كان كل بدايته في اياكس الهولندي. فمدرسه اياكس هي اقرب مدرسه في الكوره لبرشلونه عن طريق طبعا يوهان كرويف الراحل العظيم اللي عمل المدرسه دي في الناديين، زائد ان بوتشيتينو المدرب اللي بيدرب توتنهام بقاله سنتين مدرسه الارجنتينيه اللي هي قريبه جدا من فكر فالفيردي، وقريبه جدا كانت من فكر انريكي اللي هي المدرسه اللي بيطبقها برشلونه على طول. ففعلا لا اعتقد انه اختيار مناسب جدا، لكن هل بقى توتنهام هيفرط فيه ولا لا؟ خاصه توتنهام عنده امل كبير قوي في الدوري السنه دي بعد ما طلع تاني سنتين ورا بعض، فده بقى اللي هيسر عنه المفاوضات الايام اللي جايه. طيب عايز اخدك برضو نروح بقى للدوري الاسباني، هنروح لريال مدريد. واحد من اللعيبه الجميله جدا، ولكن هو ما بياخدش حقه يمكن حتى في الاعلام بشكل كبير جدا، لاعب زي ايسكو. ايسكو اصحابه او كل الناس بتقول عليه ساحر، فهو طلع قال ان اللي قال عليا الساحر هو ايكر كاسياس، وكان دوت في احدى التجمعات يعني مع المنتخب الاسباني، وهو ابتدى يعني يخش المنتخب الاسباني حتى هو في ملقا من قبل ما ينضم لريال مدريد. ودلوقتي الكل في اسبانيا بينتظر من ايسكو ان هو يكون خليفه جافي وانيستا. مظبوط، هو فعلا ايسكو من اللعيبه الممتعه جدا يعني، غير ان هو لعيب كمان مفيد جدا لفرقته، لعيب ممتع انك تتفرج عليه من ايام ملقا فعلا. وسبحان الله يعني هو كان جه وقت عليه ما كانش بيلعب خالص مع ريال مدريد، وكان على وشك الخروج، وكان يمكن كان في كلام كمان ان برشلونه حاطط عينه عليه انه لما يخرج من ريال مدريد هيجيبوه. لكن جت اصابه جاريث بيل وقررت زيدان ان هو بيريح الفرقه وبينزل الفرقه الثانيه، حولت ايسكو من الفرقه الثانيه للفرقه الاولانيه. ايسكو اصبح نجم لان هو اكثر من مباراه نزل هو اللي حسم الامور لريال مدريد، وخلاص بقى اصبح خد الصفه الاساسيه مع نهايه الموسم اللي فات، وكان له دور كبير جدا في الفوز بالشامبيونز ليج، وخاصه كمان في ماتش الدور قبل النهائي قدام اتلتيكو مدريد. فلا هو لعيب ممتع بشكل كبير قوي، واعتقد المنتخب الاسباني حاليا في فتره اعاده تكوين تام. طبعا تشافي اعتزل دوليا، تشافي الونسو اعتزل دوليا، انيستا على الابواب يعني خلاص. بس اقول لك حاجه برضو، اقول لك حاجه عادل، هو اعتقد الدعامه دي، ما هو الدعامه هتلاقيه هو وديفيد سيلبا وبوسكيتس هيعوضوا الثلاثه يعني، هم اسبانيا ولاده. وهاخدك بقى من الحته دي ان زين الدين زيدان طلع في المؤتمر الصحفي اللي كان معمول النهارده وقال ان انا هدي اسونسيو وسيبايوس وماركوس يورينتي وبرخا ميورال وخيسوس فايخو الخمسه الصغيرين دول هديهم فرصه، لان انا عايز اريح كروش ومودريتش شويه،
ويعني هاخدك بقى للحاجه الثانيه، ان كريستيانو رونالدو بعد لما راح للنائب العام في اسبانيا واتكلم على وسوى موضوع ضرايبه، اتكلم مع زيدان وقال له انا دلوقتي اموري تمام والحياه بالنسبه لي كويسه وهيكون معاهم من يوم السبت اللي جاي. في وقت طبعا، لان حضرتك عارف يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله مباراه السوبر الاوروبي ريال مدريد ومانشستر يونايتد، فكريستيانو راجع في وقت المناسب تماما، خاصة ان ريال مدريد اخر ثلاث مباريات في كاس الابطال الودية خسر الثلاثة، وكان في بعض القلق كده عند جمهور ريال مدريد، لكن اكيد الماتشات الودية مش هي الاساس. فكرة ان زيدان يعتمد على اللعيبة الصغيرين دي مش يعني، هو عمل كده السنة اللي فاتت في اكثر من مباراة كان بيلعب بتشكيلة كاملة من اللعيبة البدلاء والصغيرين، وقدر ان هو يبقى عنده فرقتين. الناس قلقت ان في اغلب اللعيبة دي مشيت السنة دي زي دانييلو زي موراتا، ويعني قالوا ان هيبقى البدلاء مش على نفس المستوى، لكن هو قادر انه يطلع لعيبة فعلا زي اسانسيو زي داني سيبايوس اللعيبه اللي هو جابه، وتيو هرنانديز اللعيبه اللي كانت جديده السنه دي. فزيدان الحقيقه في السنتين اللي فاتوا ابهرنا كلنا بالفكر بتاعه التدريبي اللي اعتقد انه يعني ما يقلش عن فكره العبقري ايام ما كان لعيب، فاكيد وفي الاخر احنا المستمتعين والمستفيدين باللي بنتفرج عليه. بالفعل احنا اللي مستمتعين، وكنا مستمتعين واحنا معاك استاذ عادل كريم الناقد الرياضي. بصراحة يعني تحليل كان جميل جدا لكل الأخبار الأوروبية. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.